كان واحد صاحبي هنا اسمه اسلام. سمعنا صوت الهلال الاحمر. احنا مفكرين ان صوت البرق والرعد بص كده لان القطر دخلوا في بعض والبيت وقع والعيال جم حاله زهر الاطفال. ماما ماما شلنا العيال دخلناهم عند واحده صاحبتي حفاظا عليهم عشان العيال جم حاله زهر. ببص كده لقيت القطر داخل في الايه؟ في البيت. لقيت الناس عماله تصور جوه القطر. نطيت من على السطح لقيت الناس محصوره جوه القطر. الحقونا الحقونا بقت جبنا حبل بتاع عربيه سلبه ربطناها في الباب وقعدنا نشد كام شاب كده وطلعنا الايه؟ الناس 10 افراد واثنين حريم. واحده نطتها من على السطح بنت كده وطلعت عندها بتاع 22 سنه ومشتغل عند دم. نطتها من على السطح وديناها فين؟ مستشفى اليوم الواحد اقرب مستشفى هنا اليوم الواحد. واخر اخر حاجه مطلعها من هنا واحده ست كبيره الحمد لله فيها نفس وما فيهاش اي اصابات وفيش الا امين شرطه بس طلعوا هو الرجلين من هنا ايه مفصوله من تحت خالص ركناها على جنب لحد ما الايه الاسعافات جت شالت ايه كلهم والحمد لله مش اي حاله وفيات الحمد لله.